ضيفنا لليوم هو عازف الجيتار آلان عزار. آلان اهلا وسهلا فيك معنا. رح نحكي عن كوزمولوجيست، هو عنوان السي دي الثاني لإلك. صح. انت بتعزف جيتار الكتريك، وبنعرف انه الوالد كمان كان يعزف موسيقى، بقى اكيد تاثرت فيه وهو شجعك. مزبوط، اكيد هو اللي علمنا بالبيت ميوزك، يعني من وقت ما بلشنا نحن وصغار انه ربينا بالبيت في علمنا علمنا انا واخواتي اذا بدك. مش هيك، هلا هن شغالين معي كمان بالسي ديز وبالميوزك تبعي، وكمان في خيي معي على ستيج كمان ميوزيشنز، سو كلنا ميوزيشنز بالبيت، واكيد اخذناها من بي تعلمناها سو نحن وصغار. من عمر ال 14 سنه بلشت دق جيتار. مزبوط. وليش اخترت الجيتار الكتريك؟ اخترت جيتار اول شيء كان موجود بالبيت. هو انت اخترته مش بيك قال لك؟ لا اكيد بي ما قال لي شيء، انا انه كان في انسترومنتس بالبيت. كيف قال لك مجبور تدق انت نقي الاله؟ لا لا بيجبر بيجبر الثاني، ما بتزبط معه. حشرت الولد هي اللي دفعت فيك. في كثير اهالي انه بجربوا يلا بدنا نعلم اولادنا، لا اتركون اذا هن حسيتوا عندهم كونكشنز مع الانسترومنتس سو اتركون لحالهم هن بركبوها يعني. سو هيك صار فينا نحن. هلا بيي اوكي ميوزيشن وكان يدق، كنا نشوفه. واخر فتره كان يدق كيبورد، بس انه انا لقيت الجيتار ورحت الجيتار. و بلشت جيتار كلاسيك اكوستيك او دغري الكتريك؟ بلشت كلاسيك لانه كان موجود بالبيت الكلاسيك. لا هيدي فكره غير كمان. في كثير عالم بفكروا ايه، في كثير بفكروا انه ببلش واحد كلاسيك بعدين بصير الكتريك جيتار. لا اتس ديفرنت، يعني اتس ديفرنت انسترومنت اذا بدك، طبعا ديفرنت تكنيك ديفرنت ساوند. سو لا انا بلشت كلاسيك بس انه كنت عم دق عليه بطريقه مثل كانه بدي الكتريك جيتار. يعني انه ناطر ليوصل للالكتريك جيتار. سو بس وصل الالكتريك جيتار لانه انا بحب المودرن ميوزك، روك ميوزك، مش كلاسيك ميوزك. مش كلاسيك ميوزك. ومشيت من وقتها. اوكي، شو اول معزوفات هيك كنت تدقهم؟ لاي فرق عالميه اذا كنت هالقد متاثر انت بالروك؟ كنت اسمع اول فترات كنت اسمع نيرفانا، كنت احبهم كثير. بعدين بس بلشت كثير اتعمق بالجيتار انه بدي سكيلز، حسيت انه السكيلز فيه حلوه. سو فتت اكيد باشياء ماتل مثل ميتاليكا، ميجا ديث، بعدين دريم سياتر وهيك هول الاخبار. سو تاثرت بهول باندات عالميه يعني، وصرت انه بتعرفي اول فتره واحد بيكون حاببها اكثر لل يعني بده يقلد بده يعمل مثلهم بده كذا، هيدا الحماس يعني بخليه انه تصير البروفيشن بعدين تبعه يعني، ويصير هو يقلد ويصير هو يالف ويعمل ويكون هو يونيك يعني مش مثل غيره يعني. ديفكتيف هارموني هو اول سي دي لك، بينه وبين السي دي الثاني شو في فرق؟ وقديش بتحس انه اي متى صدر اول سي دي؟ ديفكتيف هارموني نزلته بال 2009، اول 2009. من 2009 ل 2012 ثاني سي دي، قد ايه بتحس انك انضجت موسيقيا؟ اكيد كثير، لانه ديفكتيف هارموني اصلا عمل بطريقه كنا مثل كانه عم نتسلى. بلشنا نسجل تراكس، انه خلص التراك نحط على جنب، تراك ثاني نحط على جنب، بعدين لقينا صار عندنا تراكس وجمعناهم طلعوا البوم. سو بس اكيد الطريقه كانت اكثر هيك انه بيجنرز عم نجرب نكتشف كيف نعمل الاشياء، خاصه مع لحالنا بالبيت انه باستوديو تبعنا، مش انه رحنا على استوديو عملناه او شيء، هوم استوديو يعني اشتغلنا انا واخواتي وهيك. هلا اكيد ذا كوزمولوجيست كان مقصود انه نعمل البوم اسمه ذا كوزمولوجيست مع يعني تام معين يحكي عن السبيس وكذا، مش هيك اسمه ذا كوزمولوجيست. سو في عنده تام، في عنده ساوند، في عنده يعني خلص مثل كانه لقينا حالنا بالميوزك، لقيتوا الموضوع يلي بدكم، لقينا الموضوع اللي بدنا اياه. ونحن صرنا ماتشور اكثر بالميوزك وبالكومبوزيشن وبالارينجينج، واكيد بتحس في فرق حتى بالكواليتي والبرودكشن. انتوا بتكتبوا؟ كل شيء كل شيء. نحن مين اللي انا؟ هلا هلا خبرنا. هلا مين اللي اتس ماي بروجكت يعني، هذا كله كومبوزيشن لإلي. بس في خيي، في خيي جوليان، بعتقد جوليان عم بيحضر او بالشغل هلا. جوليان عطيه حقه اذا عم بيحضر، لانه جوليان شو بيعمل؟ لا اخذ حقه بالالبوم اكيد. بيغزف كيبورد. اوكي، سو هو اشتغل معي بكل شيء ارينجينج، وفي كذا غنيه كمان عامل كومبوزيشن فيهم. اكيد شغل معي. وخيي رولان هو اللي عامل كل شيء، اوديو ماسترينج ميكسينج، كل شيء بيتعلق بالتكنيك يعني بالصوت وهيك. سو مثل جروب يعني بالبيت، منتج عائلي بحت. اذا بدك هيك، لانه احسن شيء بهالطريقه، لانه غير هيك بتعرف ما في شركه انتاج بتاخذ هيك بروجي يعني. ما في روح انا على شركه انتاج انه انا عندك بروجي، ما حدا بياخذه لانه منه كوميرشال بروجكت. وغير ما نحن نشتغله بايدنا، ما حدا رح يقدر يشتغلنا مثل ما نحن بدنا بطريقتنا. هلا اكيد بنتعذب اكثر مع بعض اكثر اكيد. ايه، واكيد بنحس بصعوبات اكثر بطريقه الشغل يعني، انه بتعرفي بس يكون عندي بروديوسر وشركه وراي اكيد اهون. بس بما انه ما في، بدنا نتعذب تنعمل شيء، والا ما بنعمل شيء. بس برايك الان هلا يعني بالعصر، يعني ما بعرف انه اذا هالمقطوعات الموسيقيه بتنزل على الاي تيونز، اي كلاود، ماي سبيس، قد ايه كمان هيدا الشيء بيساعد انه يلفت نظر المنتجين على اعمالك؟
اكيد هلا برات لبنان انا دائما من برا بيجيني فيدباك كثير حلو يعني عن الميوزك كذا، انه ما بدنا نحكي شيء نيجاتيف عن لبنان. ايه انا حذرتك ممنوع نحكي شيء نيجاتيف عن لبنان. ايه بس انه هون اكيد نقدر نمرق الفكره اللي لا الفكره انه الروك ميوزك اول شيء صعبه بلبنان، ثاني شيء نحن عم نلعب روك ميوزك منا كوميرشال اللي هي شوي ميوزيكال اكثر، يعني الميوزيشنز بحبوها اكثر من العالم السميع العادي. سو اكيد بنلاقي صعوبات هون بلبنان انه يحبوا الميوزك تبعنا، بس بالنهايه عم نعمل كونسرتس وفي كثير فانز وفي كثير عالم عم بحبوا لانه الكونسبت جديد والشوز عم بكونوا يعني العالم عم بحبون وهيك. الا هي موسيقى وكلمات؟ هي مينلي انسترومنتال، بس انسترومنتال جيتار سولوز، يعني روك او بروجريسيف او بلاد او في يعني مخلوطه سموها بروجريسيف. هلا في بالسي دي ذا كوزمولوجيز في غنيتين، يعني في وحده فول ليركس وفي وحده بيقطع مقطع ليركس، يعني مثل مستعمله مثل انسترومنتس مزيج. ايه كيف بيقطع سولو فيولون مثلا قاطع سولو فوكلز من طعمها بكم كلمه. صح، بدنا نسمع عن شو عم نحكي ونعرف اكثر، نتعرف على موسيقتكم وبنرجع نكفي حديثنا. عم تبعنا هلا شاهد من مترو المدينه كمان تنقول من وين الفنيو. صح. عاده بس نسمع تنقول موسيقى روك او شيء ثاني بيكون في يعني الكوبليات بعدين في سولو ميوزك جيتار يلي دائما اكيد الجيتاريست عنده حقه وبترجع بتخلص الغنيه، بس كمعزوفه موسيقيه جيتار بحته اكيد مش كلها رح بتكون سولو، ما بعرف كيف ممكن تبلش كيف تخلص ايه لفسلك انا هي مثل كانه اذا بتسمع التراكس بكره بالسي دي بتلاقي فكره الكونسبت تبع غنيه انه في عندك مقطع بعدين بري كورس بعدين كورس بيرجع بعيد يعني فيرس عن جديد. سو بذات الطريقه كمان ملعوبه بس على طريقه موسيقيه، يعني كله ميلوديز واكيد بيقطع سولو جيتار مثل كانه هذا السولو جيتار تبع الغنيه. سو اتس لا اتس كثير ميلوديك يعني الالبوم اذا بتسمعي بتعرفي عن شو عم بحكي مزبوط يعني بالطريقه. طيب الان كيف بتكتبوا موسيقى؟ يعني كيف تكتب موسيقى؟ عاده وقت يكون مثلا فنان عم يكتب شعر او عم بيرسم لوحه بكون في موضوع معين، موسيقى نفس الشيء؟ اكيد اكيد كلها انسبيريشن، يعني انت يعني مثلا هذا الالبوم اسمه ذا كوزمولوجيست، انا كثير بحب السبيس ودرست استرونومي وكذا ويعني كثير بحب هذا التام، يعني كثير استوحيت منه ميوزك لهذا التام انه قد ما لانه فيلد كثير واسع فيه كثير بيحكي عن طيب عاده لما نقرا شعر بيحكي عن موضوع معين نقدر نفهم لانه عم نقرا، لما نسمع موسيقى برايك رح نفهم انت شو قصدك من الفكره؟ تفهمي اكثر لانه بالليركس بالميوزك بالليركس خلص حددت لك الفكره براسك. بس هون بالميوزك بس تشوف التايتل بس يعني. تشوف التايتل وبتسمع الميوزك بتغمضي عيونك بتحس مثل ما انت بدك تفهمي على طريقتك. سو برايي اوضح. هلا حكينا كثير عن الميوزك وقديش انت كمان بتشتغل روك ميوزك، كمان بنقول انه كان عندك تجربه اذا بنقول بالموسيقى الشرقيه، كانت تجربه مع الفنانه نانسي عجرم بال 2005، كيف بلشت هالتجربه وما بعرف ليش ما كفيت فيها؟ لا كفيت فيها صراحة فيها؟ ما خلصنا يعني بس بعد في يعني تعامل بعد في اكيد لك الفكره انه انا بال 2005 صرت فول تايم ميوزيشن، يعني خلص يا بدي اترك الميوزك اعمل شيء غير يا بدي تصير ماي بروفيشن يعني انه شغلتي.
مثل ما كنت عم بحكي انه الروك ميوزك مش كثير بلبنان مستحب او مش كثير فيه شغل اذا بدك، يعني ما في اتكل انه هذا الكارير تبعي المادي. هلا ما عندي مشكله انا بالموسيقى الشرقيه، بس ما انها موسيقتي، مش الموسيقى بسمعها. اصلا صار لي شانس انه فوت مع فرقه نانسي عجرم كالكتريك جيتار، مش ك يعني شيء شرقي. مزبوط. يعني بدي العب دوري الغربي بفرقه هي معروفه كمان عندها هيك هالتويست. اكيد، وانا عندي شو تبعي اصلا بقلب الكونسرت تبعها، في غنيه في شو بس لإلي سولو جيتار اسمها انت ايه. اذا بتحضروها لايف بتلاقوا دائما عندي عندي شو فيها لإلي. كان هيدا كمان فكره جديده انه للفرقه الشرقيه انه الجيتار غربي عم بدق هيدا ستيل. حلو. وانا بالنسبه لي كانت انه مناسبه لانه عم تلعب دورك بالنهايه. عم بلعب دوري وعم بعمل شغلتي وصار شغل بالنسبه لإلي كمان انه عم بستفيد منه لحتى اقدر اعيش. يعني مستمر حاليا اذا بدنا نقول بهيدا الشيء. على معك دقيقه وحده تحكي عن الاشياء اللي بتزعجك السلبيه. فينا لا عن جد شو اللي بيزعجك؟ لانه كنت عم بتقول انه ما في سبيسز او محلات خصوصي للكونسرتس. هي الكونسبت انه اذا نحن منا باند مثلا كوميرشال، يعني ما فينا نلعب مثلا كل جمعه بباب او بكلوب. العالم مش انه راح منه شيء كوميرشال العالم بتنبسط فيه. يعني اللي بدنا نعمله بدنا نصير نعمل كونسرتس كل فتره بمطرح كل فتره، واكيد يعني في فرق بين المطرح والثاني لحتى لانه بالنهايه ذات المجموعات عم بضلوا يجوا يعني على هالموسيقى. المشكله انه بلبنان ما في كثير كونسرت هول او مطرح. هلا بلش صار في دي ار ام مترو في المدينه، في بعض في بس انه بعضهم محدودين شوي. يعني بعضهم محدودين، ما في اعمل مثلا بالمترو المدينه مثلا شهرين ورا بعضه، لا بدنا مطرح غير. هيدي المشكله الكبيره عم نواجهها هلا، لانه اذا بتروحي على اوروبا او لبرا بتلاقي دائما انه في دائما محلات خصوصي بتستقبل هيك. صح في اعمل مثلا 5 شوز ب 1 مانث يعني الموضوع. وهون لا عم نواجه هذه المشكله. ثاني شيء يعني مثل كانه نحن عم ناخذ الايفنت على مسؤوليتنا ونحن عم نعمله. نعم. مش انه حدا عم بيطلبنا في عنده فانيو خالص. هيدي مشكله من المشاكل اللي عم نواجهها. طيب ان شاء الله بتنحل. نحن بنتمنى لك كل التوفيق ألان عزار عازف الجيتار. اكيد على امل البومات جديده تصدر، وما بعرف يمكن تلاقي بعدين شركه انتاج هي تتبناك اكيد وتعطيك كل الدعم. ميرسي للفيوتشر لكل شيء لدعمكم دائما. اهلا وسهلا فيك. ثانك يو. رح نتوقف مع بريك ونرجع نتابع حلقتنا.